مساء الخير مشاهدينا الكرام، وين ما كنتم بتتابعونا أكيد كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. أكيد ما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، أجواء جميلة أيضا بجوز بالأردن عشنا أجواء رمضان وطقوس شهر هذا الشهر الفضيل، وأيضا بعيد الفطر السعيد، وأيضا بنقول لشافكي كل عام وأنت بألف خير. وعمتي بخير. كل عام وأنت بألف خير يا رعد، ومساء الخير على مشاهدينا مشاهدي بيت للكل. وحشتونا، لم نلتقي في شهر رمضان، ودي أول حلقة لنا في عيد الفطر، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. رعد اسمح لي أرحب بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك طبعا في الاستوديو، لان دي اول مره بتزورنا هنا. صحيح. في استوديو بيت للكل في القاهره، وانت موجود في من اقدم الاستوديوهات اللي موجوده في التلفزيون المصري. الاستوديو ده شهد اهم اعمال الدراما بشكل كبير، كان بيبقى فيه ديكورات، اماكن تصوير، فانت في مكان الحقيقه كله تاريخ وعراق. انا بهذا المكان شافك اول ما دخلت، يعني أيوة. في هيبه. احكي لي بقى الاحساس. شيء جميل، يعني أنا بصراحة أول مرة بزور القاهرة، ولن تكون إيه؟ الأخيرة. لن تكون الأخيرة. أكيد. يعني هي. بس انطباعك إيه بقى يعني؟ يعني عن جد لما نتحدث اليوم عن التاريخ، الحضارة، نمشي بشوارع القاهرة اليوم، أنا كنت مبسوط اليوم وأنا بمشي بشوارع القاهرة. قديش أنا. هي دي كانت الصورة اللي عندك؟ هي نفس الصورة، ولكن هي أجمل على أرض الواقع. أجمل. للأمانة. أيوه. يعني حتى ببعض حتى بهذه الأيام أيضا ما بعد عيد الفطر نشوف كيف الناس وكيف الأجواء الجميلة جدا. كنا استذكرت أنا بالقاهرة بأيام شهر رمضان كيف كنا والأجواء العائلية نوعا ما، فهذا شيء جميل، وزي ما وعدتك شافكي ما راح تكون الأخيرة بالقاهرة. أكيد. ومعك أستاذنا العظيم طبعا، أستاذنا في فريقنا الكبير أستاذ مأمون، حيكون يعني هو يعرف القاهرة شارع شارع، فإن شاء الله. صحيح. تستمتع بإذن الله وتقضي معنا أجازة العيد إن شاء الله. سنة وأنت طيب يعني. طيبة. بس احكي لي كيف كان رمضان معك والعيد؟ والله رمضان كان جميل جدا. أولا الأجواء كانت لطيفة معقولة جدا، ورمضان كان لطيف. أنا بحب رمضان في مصر يا رعد، يعني ارتبط بطفولتنا بحاجات كتير، فشهر رمضان طبعا العبادة والصوم والصلاة، ولكن هو شهر اجتماعي جدا، وبيبقى شهر يعني مليان حياة ولما وعزومات. احنا عندنا العزومات افطار وسحور، وناس بتتلم، وحتى لو انت كنت في الشارع المصري وقت الفطار عمرك ما تقلق، هتلاقي اللي يشربك العصير واللي يشربك التمر والأكل. فالحقيقة الشارع المصري في رمضان مبهج للغاية. أكيد. وهذا الشيء أيضا موجود عندنا بالأردن شافكي. أكيد. بنشوف كيف النخوة، كيف الناس طبعا. في وقت الإفطار زي ما تفضلت بتلاقي الناس بتوزع المي، العصير، التمر، فهذا شيء أنا متخيلها جبل الحسين. جبل الحسين. نعم. تحفة. دوار في راس طبعا. ده أكيد تحفة، يبقى فيه الشارع جميل، وأكيد بيبقى بعد الفطار عندكم جميل جدا يعني. صحيح. مناطق جميلة جدا، وهي الأجواء برمضان رائعة جدا في كل الدول العربية للأمانة. يعني صح في اختلاف بعض الثقافات، لكن اليوم نتحدث عن نفس العادات، نفس اليوم الأشخاص كيف بيقدموا النخوة والشهامة، موجودة أيضا بالأردن وأيضا موجودة بمصر. خلينا هنا يا رعد نسلم بقى على أهلنا في فلسطين، وطبعا زميلنا العزيز خميس، وطبعا كان نفسنا يبقى موجود معنا، لكن كلنا. صحيح. متابعين الأحداث. والله يا رعد إنه طول شهر رمضان دايما وقت الإفطار أتذكر أهلنا في فلسطين عاملين إيه والوضع إيه، وضع شاق وصعب، لكن إن شاء الله بالقوة والإرادة اللي عندهم نعدي بقى يا رب المحنة دي ونشوفهم بكل خير يعني. خلينا نسلم على كل أهالينا في فلسطين، كل سنة يا رب وانتوا طيبين، كل سنة ونقدر نزيح الغمة دي بإذن الله، ونبقى معاكم سند ودعم طول الوقت بإذن الله تعالى. خلينا نسلم على زميلنا العزيز، نروح العراق نسلم على زميلنا العزيز اللي مفتقدينه جدا، زميلنا العزيز أحمد شكري، وكمان نطمن عليه نقوله كل سنة وانت طيب، كل سنة وأهلنا في العراق بألف خير، وعساكم من عوادة. مظبوط صح كده؟ عساكم من عوادة. نعم. من عوادة. فإن شاء الله كده يكون كله خير في العراق بإذن الله.